والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. نعم، تنضم إلينا فيها الزميلة شروق عماد دين. أهلا بك يا شروق. أهلا بك رجائي. أهلا بك ليلى. إذن مشاهدينا ننتقل مع حضراتكم من أخبار السياسة لجولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. نشر المركز الإعلامي المجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا بعنوان القطاع المصرفي مؤشر قوة وصلابة الاقتصاد. تضمن التقرير إنفوغرافات تسلط الضوء على صمود هذا القطاع أمام الأزمات العالمية وتحقيقه مؤشرات ونتائج قياسية، وذلك بعد 9 سنوات من السياسات النقدية والمصرفية الفعالة. ورصد التقرير التغير الإيجابي في الرؤية الدولية للقطاع المصرفي المصري، حيث أكدت وكالة فيتش أن أسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد على سندات الخزانة توفر مصدراً مستقراً نسبياً للربحية للبنوك المصرية، متوقعة تحقيق نمو قوي في القطاع المصرفي خلال 10 سنوات المقبلة. انطلقت فعاليات مؤتمر سيملس شمال إفريقيا 2023، والذي يعقد تحت رعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري وجامعة الدول العربية. وخلال الفعاليات أشار المشاركون إلى أن استراتيجية البنك المركزي تعتمد على تقديم خدمات مالية أكثر سهولة للوصول للمناطق النائية وتحقيق الشمول وتوفير البيئة الحاضنة والإطار التشريعي الداعم لهذه الخدمات، بالإضافة إلى توفير الطلب لازم على هذه الخدمات. هذا المؤتمر الذي يعقده وينظمه البنك المركزي المصري يمثل رسالة قوية لاهتمام الدولة المصرية ممثلة في كافة أجهزتها بالتكنولوجيا المالية والتحول إلى مجتمع أقل استخداماً للنقد، أكثر إقبالاً على التقنيات والوسائل الرقمية في السداد وإنهاء المعاملات المالية. اشتراك البريد المصري في سيملس نورث أفريكا للسنة الثانية على التوالي أمر الحقيقة إحنا بننظر له بأهمية كبيرة، ملتقى للتكنولوجيا وتبادل الخبرات، الحديث عن أي خدمات مالية حديثة أو شمولية لمجتمع أفضل لن تتأتى أبداً بدون دخول الهيئة القومية للبريد. النهاردة في سيملس شايفين من أول الكيانات الكبيرة، كيانات بنكية، بنوك عامة، بنوك خاصة، شايفين كيانات زي إي فاينانس، شايفين مالتي ناشونالز، شركات أجنبية، شايفين شركات ناشئة في مجال الفاينانشال تكنولوجي، ستارت أبس كثيرة. كل ده موجود معانا النهاردة في سيملس، وده بيدل على تهيئ بيئة إن هي داعمة من أول الكيانات الكبيرة المالتي ناشونالز لغاية الستارت أبس. ذكرت غرفة صناعة الحبوب اتحاد الصناعات المصرية استمرار توريد القمح المحلي من المزارعين، خاصة بعد زيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 1500 جنيه للأردب. وأكدت الغرفة ارتفاع معدلة التوريد لما يقرب من 3,800,000 طن قمح محلي حتى الآن، لافتة إلى أن البورصة السلعية ساهمت أيضا بشكل كبير في توفير الأقماح للمطاحن بأسعار عادلة وأقل من الأسواق. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي. وأضاف القصير أنه تم الإفراج عن 6.5 مليون طن، منها 4.5 مليون طن ذرة ومليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي 3.4 مليار دولار خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضي وحتى 13 يوليو الجاري.
وفي سوق المال أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 97% ليغلق عند مستوى 17512 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 3442 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 58% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة. وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الإمارات في ثاني محطة له ضمن جولة خليجية تركز على تأمين إمدادات الطاقة وتقديم التكنولوجيا الخضراء اليابانية. والتقى كيشيدا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، حيث ناقش الزعيمان شراكة استراتيجية شاملة بين الإمارات واليابان، ووقع عددا من الاتفاقيات في مختلف القطاعات. انتهت جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم، وعودة من جديد إليكما رجائي وليلى. شكرا لك شروق.